نعم، لست واثقا من أن الحكومة اليمنية الشرعية قادرة بالدرجة المطلوبة لأن تؤمن هذا الإقليم، البحر الأحمر، والذي يحد هذه المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. أعتقد بأن الحكومة الشرعية بإمكانها أن تلعب دورا هاما، أو دورا على الأقل كجزء من التحالف الدولي الذي يعمل على تأمين حركة الملاحة. الآن أنت تعلم بأن السعوديين يرأسون قوة العمل هذه المسؤولة عن التأمين الملاحة في البحر الأحمر. أعتقد بأن الحكومة الشرعية يمكن أن تلعب دورا داعما مهما في هذا المضمار، وكذلك كما نوهت سابقا هذا سيخلق الكثير من الاحتكاك مع الحوثيين، ولكن سيكون من المفيد للمجتمع الدولي.